Assalamu alaikum. Today we'll start the last two labs on the nervous system, which is lab 10 and 12. First one, which is lab 10, will be concerned about the Pacinian corpuscles and the motor nerve ending. This is a Pacinian corpuscle type of the receptors. اللي كانت أخذتوها طبعا هي موجودة بالديب اسكن فهذا هو اللي مطلوب من عندكم يعني من يجي بالامتحان تكتب لي بسينيان كوربسل وإذا قلت لك نيم the tissue أو the organ فتقول لي هي موجودة بالاسكن كافي كلش كافي أيضا هاي هي البسينيان كوربسل تمتاز بأنه تتكون من طبعا هذا هو النيرف اندينج يكون بالوسط والطبقات اللاميليتد تكون بشكل دوائر متحدة المركز أيضا هنا نفس الشيء هذا ممكن أنه نيرف فايبر واحد أو أكثر وهاي الطبقات هي اللاميلي اللي تكون تحيطها نجي على الموتور اند بليت طبعا يتكون هو عبارة عن الموتور اكسون يعني الموتور نيرف اندينج وينتهي بمنطقة يعني جنكشن على المسل فايبر طبعا هاي الاريا اوف جنكشن هي اسميها الموتور اند بليت فهي منطقة الاتصال بين النيرف فايبر وبين يعني ترم النيرف اندينج سوري وبين المسل فايبر فأسميها هاي مثلا هاي البقعة هي موتور اند بليت هاي موتور اند بليت حتى يصير انرفيشن لهاي المسل اي قطع بهاي تموت المسل لانه ما عندها أي حركة وماكو أي إنرفيشن إلها. أيضاً هنا يعني هو أتروفي متموت بالمعنى وإنما يعني نفس الشيء تقريباً نفس الشيء. الموتور نيرف إندينج هنا نفس الشيء هذا أكسون جاي من نيرف بندل هنا يجي ينتهي النيرف ترمينيتس إن ذا موتور إند بليت على هاي المسل فايبر. فهاي منطقة التشابك سينابتيك نوب يعني مثل العقدة اللي هي مثل المنطقة للاتصال بين هذا الموتور نيرف وبين هاي المصل حتى يسوي لها انرفيشن ايضا هنا نفس الشيء موتور اند بليت هاي بقعة للموتور اند بليت ايضا هاي بقعة ايضا هنا نفس الشيء عندي موتور اند بليت هاي هي هاي المسل فايبرز وهذا هو النيرف وهاي طالع من عند الفرع terminates in this area ايضا هذا عندي هنا موتور اند بليت هاي نفس الشيء كلها هاي موتور اند بليت هاي البقع السود This is the same. هاي motor and the plate. Motor and the plate. Motor. وهي عبارة عن هذا الأكسون. جاي يسوي innervation على هاي المصل. هذا يسوي innervation الهاي. وهذا الهاي وهكذا. اللاب الآخر اللي هو راح يكون بخاص السيريبلم المخيخ والسباينال كورد. طبعا السيريبلم حسب ما تذكرون بالمحاضرة كان يتكون من الميدولا وبين الكورتكس إلى الخارج. الكورتكس كانت تتكون من 3 layers اللي هي المولكيولار layer وبركنجي cells وأيضا الجرانيولار layer. هنا عندنا سلايد يبين لكم الثري layers. طبعا هاي هي منا لهنا هاي هي الجرانيولار لاير لانه تحتها راح تبدي المدلة او الوايت ماتر هذا كله ضمن الجراي ماتر
طبعاً إلى الأعلى منها الطبقة الوسطية هي عبارة عن Purkinje cells، وقلنا Purkinje cells راح تكون شكلها parallel in shape، كمثرية الشكل، وكلش واضحة النيوكليوس مالتها وأيضاً النيوكليولاي، وهنا عندها long dendrites تصعد إلى أو تمتد إلى الطبقة اللي الأعلى من عندها اللي هي طبقة المولكولار layer. أيضا هنا عندنا هاي الكورتكس تمثل الجرانولار سيل لاير، والمنطقة الوسطية اللي هي البركنجي سيل لاير. طبعا هي شوية الخلايا متباعدة بس هي طبقة واحدة فقط، وعدها دندرايتس تمتد إلى الطبقة الأعلى من عدها اللي هي طبقة المولكولار لاير. يعني هاي الطبقة إلى الخارج، الطبقة الوسطية، وهاي الطبقة اللي تكون الجرانولار إلى الداخل. أيضاً the same هاي Purkinje cells تشوفون هاي الدندرايتس توصل تمتد إلى طبقة المولكولار لاير. هاي الطبقة اللي تحتها مباشرة هاي اللي مثل الحبوب بها هي الجرانولار لاير، أما هاي الطبقة البيضاء فهي الديب وايت ماتر. ايضا هذا سلايد يبين لنا ال Purkinje cells، هاي البي يعني Purkinje cells، شوفوا كل واحدة، بس شوفوا الدندرايتس مالتها وين توصل، كلش متشعبة الدندرايتس واللونج. ايضا هذا كله يمتد بالمولكولار لاير، والطبقة اللي تكون الى الداخل فهي طبقة الجرانيولار، طبقة حبيبية كلش جرانيولز بيها هواية. هاي طبقة فقط للبركنجي سيلز، طبعا هي واضحة الطبقات بس اكثر شيء المركز هنا على البركنجي سيلز، وهاي هي الدندرايتس مالتها الطويلة تمتد. هاي الطبقة هي طبقة المولكولار لاير، والى الاسفل هاي الحبوب هي الجرانولار لاير. هنا هذا صورتين، الاولى هاي رسم توضيحي لهذا السلايد، فيبين لكم انه هاي السيلز هي البركنجي نيورونز او البركنجي سيلز، نفس الشيء هاي هي نفسها. تمتاز انه عندها الدندرايتس استطالات، الدندرايتس ترتفع الى الاعلى اللي هي طبقة المولكولار لاير، اما الطبقة اللي تحتها فهي تكون الجرانولار سيل لاير. عموماً هو التشو راح يتكون من pyramidal cells ومن هاي الدندرايتس of it، وهنا الglial cells اللي هي supporting cells. spinal cord هو راح يكون الترتيب مالته عكس الترتيب مال السيربرام والسيريبيلم من ناحية الجري ماتر والوايت ماتر. كانت بالسيربرام والسيريبيلم الجري ماتر تكون إلى الخارج والوايت ماتر إلى الداخل، بس السباينر كورد راح يختلف، الجري ماتر راح تكون إلى الداخل والوايت ماتر تكون إلى الخارج. فالجري ماتر اللي هي تكون إلى الداخل تمتاز إنه شكلها يكون H shape حرف H، أو يكون شكل البترفلاي الفراشة، وطبعا يمتاز إنه عنده extensionات أسميها الأنتيريور هورن والبوستيريور هورن، أو أسميها الديستال هورن والفنترال هورن بالوسط مالته راح يكون هناك كنال أسميها السنترال كنال، هذا الثقب الأبيض اللي تشوفه. السنترال كنال راح تحيطها الإبندايمال سيلز، وقلنا هي تايب من السبورتينج سيلز أو النيوروجليال سيلز، وهنا قلنا من ضمن الفائدة مالته تساعد بالبرودكشن of the CSF. هنا بالنسبة إلى البرين أيضاً الventricles مالته راح تحيطها هاي الخطوط السود اللي هي أيضاً ependymal cells. نرجع إلى spinal cord، هنا عندنا التشو of the anterior horn
اللي أخذناه من الجراي ماتر فراح يميزه هو وجود النيورونز اللي هي موتور نيورون من نوع المالتي بولار نيورون. فهي تمتاز بأنه تكون having many dendrites وأيضا تكون عندها large nucleus والنيوكليولاس أيضا تكون واضحة. أيضا هذا سلايد يوضح هاي منطقة، هاي المنطقة كلها اللي تكون لونها على بياض، هاي هي الوايت ماتر لأنه كلها تشوفون هاي الأكسونز myelinated axons يكون لونها أبيض، بينما هاي المنطقة هي منطقة الجراي ماتر من الانتيريور هورن، فلذلك تحتوي على الموتور نيورونز هاي نيورون وتمتاز بأنه عندها هاي الدندرايتس. هاي المنطقة اللي بين هاي النيورونز تحتوي على الجليال سيلز، وتمتاز هاي النيورونز بوضوح النزل بوديز أو النزل سبستانس أو النزل جرانيولز كلها صحيحة. أيضاً هنا أنا عندي هاي سباينال كورد وأيضاً انتيريور هورن، نشوف عندنا هاي الوايت ماتر وهاي هي الجراي ماتر إلى الداخل، متكونة من الموتور نيورونز وهاي هي تحتوي على النيوكلياس الواضحة والنيوكليولاس، وهاي هي supporting cells وأيضاً هاي هي النزل بودي أو النزل سبستانس. This is the end of our lab for today. Thank you for your listening.